معكم إخوتي وخيتي بإذاعة صوت الرب بفرح الروح يلي بيجمعنا، حيث بأن يسوع كلما اجتمعتنين باسمي أنا بكون حاضر بيناتهم وهو حاضر بيناتنا اليوم، ومنلتقي فيه حتى ننال من فيض عطايا الرب يلي بيمنح لك الإنسان منا. موضوعنا اليوم هو الجهاد الروحي أو المعركة الروحية تبعنا. لكل الناس اليوم يلي عم تعيش في قلبها العالم أوجاع، لكل الناس همومة بهالدني، وده شيء نتيجة تفشي فيروس كورونا يلي يطال ويقرع باب كل البشرية ومعضلة تتحدينا كل يوم، وأيضا كمان بالوقت ذاته نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية يلي عم نعيش فيها ويمكن بلبنان أكثر، ونتيجة أيضا الفساد الأخلاقي يلي موجود بقلب كل العالم. بدي روح أكثر، نحن ما توقفت بس على الفساد الأخلاقي، عنا تلوث فكري مخيف جدا، عنا التصحر الروحي كمان خطير جدا. التصحر الروحي يعني الحالة الجفاف يلي بيعيشوها الناس، صرنا فارغين من الداخل، وهذا شيء ينتج عنه كل هالحالات، ينتج عنا حالات القلق والخوف والغضب وخيبات الأمل والإحباط ونفاذ الصبر، ما بقى عندي طولة بال على أي شيء. ففي قلب مسيرتنا الروحية عم نواجه كل هالأزمات، وفي كتير غيرها من الأزمات، كم هائل من الأزمات تتحدينا وبتواجهنا يوميا. فنحن بقلب هالمسيرة وبقلب هالمواجهة وبقلب هالمعركة نحن بحاجة لسند، نحن بحاجة لمرافقة، نحن بحاجة لبوصل، بوصلة لحتى يكون في نوع من مؤازرة روحية. الواحد إذا بيقطع بأزمة بصير يطلب النجدي، أنا بدي أطلب النجدي من فرقة معينة، من جماعة معينة، من شخص معين، من شخص ذات سلطة معينة. وهذا المؤازرة الروحية بترتكز على وعينا لحضور يسوع المسيح الحي، حضوره لأنه هو الحي وفاعل فينا، حضوره القدير فينا، حضوره الشافي فينا، حضوره المحرر بقلب حياتنا. مشان هيك ما بدنا إلا ما نعترف أنه عنا خسارات كتير كبيرة نتجت عن كل هالحالات. نحن خسرنا بمجالات عديدة، ولكن بالوقت ذاته بدنا نعلن حقيقة عظيمة، نحن ذاهبين إلى حالة جديدة. ويمكن ناس ما تشوفها كتير بشكل جلي بشكل واضح، لأنه هالمرحلة الجديدة أو الحالة الجديدة مشبعة بحضور ولمسة يسوع. يعني نحن قدام كل هالأزمات، لكن في حقيقة تانية يسوع عم بيقولها، هو حاضر، هو يواجه معنا، هو يحارب عنا. إذا بدنا نحكي بيقلنا بكلمته، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمثقلين بالأحمال وأنا أريحكم. فإذن هالكلمة أنا أريحكم هي هيدي بين كل تحديات العالم. كل تحديات العالم تسحق الإنسان، تدمر الإنسان، بس هو جاي قلنا أنا معكم، أنا أريحكم. هالفكرة هي بتقوي بتشجع. ما زلنا بالمقدمة، حيث بدي كمان أقول أنه حضور يسوع وحقيقة يسوع اللي بيريح بيسكب فينا نوع من نضج روحي وقوة داخلية ومناعة. اليوم بينحكى كتير عن المناعة الروحية، المناعة مهمة جدا، المناعة الروحية، لأنه هي اللي بتخلينا اليوم نحول كل هذه التحديات، كل هالحواجز إلى حوافز، وأيضا كل هالألام يلي عم نعيشها إلى آمال في رجاء جديد. فالدعوة لإلنا نعرف كل هالمعوقات، كل هالحواجز، كل هالفيروسات، كل هالعدو. بدي أعرف العدو يلي عم بيواجهني. بعد هالمقدمة رح أحكي ثلاث أفكار وأعمل خلاصة صغيرة. الفكرة الأولى بدي أتأمل فيها أنا وياكم، هو معركتنا اليوم مع مين؟ معركتنا مع الخطية. خليني بلش بقصة، قصة النسر يلي بيحلق وبيطير بشكل عالي وعنده قصته الكبيرة. النسر بس بده يعمل معركته،
مع الفريسي تبعه خاصة الحي، بينزل بسرعة من الفضاء على الأرض، بيكمش الحية وبيطلع فيها لفوق، بيعلي وبيعلي كتير لملعبه. هونيك بيعمل معركته مع الحية، لأنه الحية منه ملعبها الفضاء، من هونيك بتخسر الحية بملعب النسر. لو بده يعمل كان معركته على الأرض، هالأرض كان خسر النسر، لأنه الأرض هي معركة الحية، ومشان هيك كان في انتصار كتير كبير عليه، وكانت عاصته، كان ما قدر يكمل مسيرته. خلينا نعترف أنا وياكم نحن بساحات المعركة، كل واحد منا ما دمنا بالحياة. يعني أنا من أول لحظة أتكون فيها في أحشاء أمي وبطلع على هالحياة، من أول لحظة بينسمع صراخي إنه أنا أصبحت في قلب الحياة، لآخر لحظة فل فيها من هالدنيا، هي ساحات المعركة. ما حدا يقول إنه والله أنا ربحت على معركة، معركة بتبقى الأخير، والمعركة بلشت من البداية. ونحن بصلاة الأبانة يلي من نرفع صلاتنا للآب، ومنقول إنه الشرير، بنقول للشرير يلي نطلب حتى بصلاتنا من الرب إنه ينجينا منه. هيدي صلاتنا، نجنا يا رب من الشرير. ومش بس نجينا من الشرير، من طرقه المعوجة، من تجاربه، من حيله، من أساليبه، من الخدعة يلي بيعملها على الناس. فإذا عدونا هو الشرير، إذا عم بعرف مع مين معركتي، عدوي هو الشرير الذي يقاوم كل خير، وهو المفتري علينا. مشان هيك بيقول مربولوس برسالته لأهل أفسس فصل 6 آية 12، مصارعتنا ليست مع لحم ودم، ولا نستطيع وحدنا الغلبة. أنا ما بقدر، أنا بحاجة لعون الله، هو اللي قال بدوني لا يمكنكم أن تفعلوا شيئا. مشان هيك أنا إذا عندي معركة وبعرف منو عدوي، وعرفت منو هو الشرير، فإذا أنا بدي أكون حليف الله، يعني بدي أعمل نوع من معاهدة مع الله حتى يحارب معي ويحارب عني. مشان هيك كل أنواع الشرور بيقلنا لا تخرج إلا بالصوم والصلاة. مشان هيك كل ما فوت بعمق اختباري الروحي، الغلبة رح تكون لإلي. وأنا بقلكم الجهل هو أكبر عدو لإلنا، لأنه بتصير معركتنا خسراني لمن بجهل مين عدوي، بجهل السبل يلي لازم إني جاهد فيها وأوصل. من هوني إذا معركتي مع الخطية، أنا بدي أحط 4 خطوات لهالتجربة، كيف تتملك فيي، كيف بتصير فيي. أولاً، أول فكرة وأول بعد، ولادة الفكرة، ولادة فكرة الخطية بداخلي. هالفكرة ما بتتحقق إلا أيضا من خلال لقاء الفكرة يلي براسي، إجت الفكرة على راسي، إلا لقاء الفكرة برغبة قلب الإنسان يلي هالرغبة ساكنة فيي، ساكنة بداخلي. الاستسلام لرغبة الشرير هي اللي بتعطيني يكون عندي أفكار الزنا، أفكار السرقة، أفكار القتل والطمع والتجديف والكبرياء. إذن هالرغبة مع الوعي، الوعي أنا واعي في فكرة معينة إنه هالفكرة موجودة بداخل الإنسان، هالرغبة موجودة بداخل الإنسان. مشان هيك لازم الشغل على قلب الإنسان، على أفكار، على تنقية أفكارنا ورغباتنا. تاني مرحلة، تاني خطوة بالتجربة هي الشك. شك بشو؟ لأنه الشر بحفزنا حتى نشكك بكلام الله. بيسأل بسفر التكوين وقت آدم وحواء، شو قال لهم الشرير؟ قال لهم هل حقا قال الله ذلك؟ مظبوط اللي الله عم بيقوله، هيدا حقيقة. طب انتم بتصدقوا هالكلام؟ لك منيح الله عقليته مش صغار. ومن هوني نصبح بدون مبادئ، يعني من هوني هالريحة والأفكار أو الشك هيدا عم بيشتغل على تغيير قناعاتنا. وده وقت تتغير قناعاتنا، بيجي أشخاص يمكن بيحكونا بيغيرونا قناعاتنا، بيبقى أنا عايش بمسيرة روحية حلوة بتتغير قناعاتي.
المرحلة الثانية. إذا المرحلة الأولى ولادة الفكرة والرغبة الداخلية، الفكرة الثانية، المرحلة الثانية بالتجربة الشك، المرحلة الثالثة الخداع. الشر أو الشرير إذا بدكم ما بيقول ولا مرة الحقيقة، مشان هيك يسوع دعي الكذاب وأبو الكذب. حتى كمان شو بقلنا مع على وقت آدم وحواء، قال لهم، ما لأنه عم بيقول لهم أنه الرب قال لكم أنه إذا أكلتوا من شجرة معرفة الخير والشر موتا تموتان، بقى بيقول لهم لن تموتا. فإذا عم بيخدعهم أنه ما رح بتموتوا، وكأنه هذه الثمرة أصبحت الثمرة الكاذبة يلي خدعهم فيها آدم وحواء، اللي خدعهم آدم وحواء فيها اللي هو الشرير. من هون بيدخل الإنسان في فوضى القيم والضياع. رابع مرحلة هي العصيان، التمرد على الله، الوقوع في فخ الشيطان، لأنه الشهوة تحبل شو بتولد؟ الخطيئة، والخطيئة بتولد الموت. فإذا من هون أنا بدي أقول إن أجرة الخطيئة هي الموت، وأجرة كل عمل صالح هي الحياة الأبدية السماء. من هوني أنا بدي أقول خطيئة كانت صغيرة ولا كبيرة، القتل ولا الكذب، هي ذاتها أنا أصل بخطيئتي إلى الموت. ومن هوني بيقول صاحب المزامير خطيئتي أمامي في كل حين. ومن هون رح فوت على أسلوب الشيطان كيف بيشتغل. بيخلي أول شيء الخطية تكون مرغوبة على قلبك، تكون مقبولة، بتعلق بالخطية وبيستمر بعادات متسلطة علي، مش قادر بقى أطلع منها، يمكن مخدرات ويمكن غير مخدرات ويمكن حيالله شغلة، مش قادر أطلع من هالخطية متربصة فيه، بتتغير كل قناعاتي. والشرير هو ماكر بينتزع منا الحقيقة وبيستبدلها بقناعات كاذبة، ومش بس كاذبة، هالقناعات مؤذية لإلنا، لحياتنا، لعلاقاتنا مع الآخرين. النتيجة لوين نوصل؟ تألف مع الخطيب، بصير عايش أنا والخطيب، خلاص تعودت، ما بقى تشكل لي مشكلة، ما بقى الضمير، ما بقى في صحوة هالضمير، ما بقى الإنسان حتى يشعر بالخجل ولا بالحرج إنه عم يرتكب خطيه، صار قدام كل الناس بيعيش خطيته، ما بقى تشكل ولا أي مشكلة. وهذا الشيء الخطير اليوم، ما بقى في سقف شريعة الله بقلبنا أبدا، صرت أنا بدي سيطر على الشجرة الأولى اللي هي شجرة معرفة الخير والشر، وهون بيصير في استبعاد لحضور الله، ما بقى بدي الله. كيف بدي واجه؟ ننتبه على شغلتين. أول شغلة لا للتبرير، إنه دايما نعيش بالأعذار، وهي منهجية بيستعملها الشرير اللي فيها تعميم، ما كل الناس بيعملوا هيك، المسيرة مع الظروف، مبررات علمية، ما هو الزنا، ما أنتوا بتعرفوا هاي حاجة بيولوجية عند الإنسان، ما بتعرفوا العدائية، ما هي شيء ضروري، حتى أنا ما أنا بدي حافظ عزيتي، أكلوا لي راسي، ما هيدا بيخلي بدي ثبت حالي. الكذب صار دبلوماسية، السرقة شطارة، يعني هيدا التبرير. وشغلة تانية لازم بالمواجهة لا للتذنيب، ما بدي روح لعقدة الذنب وجلد الذات واللوم يلي أنا أوقات بعيشهم، وكل شيء بيحدث معي بحياتي بيعتبره أنا بستحقه لأني أنا عايش الخطية، عدا صورة المشوهة الممكن الإنسان يكونها عن الله، وإنه حالة الخوف من الله وأنا بستاهل هالعقاب، الخوف من العقاب، كل هالأمور بتخليني أفهم كيف بيشتغل الشر. الشر بيدخل من باب النزاعات، الانقسامات بقلب العائلة، بقلب الجماعات، بقلب الكنائس، بيدخل من باب الاختلاف بالنظرات التربوية، بيدخل من باب النزاع على الأهداف، من باب التفتيش عن العظمة والكبرية، من باب السرسرة ونقل الأخبار والإشاعات والبلبلة، بيدخل من باب عدم الصراحة والصدق والحوار. مبادئ، إذا بدي أخذ شوية مبادئ نروح للحلول والانتصار، لأنه أنا بقلب المعركة ما بدي أطلع خسران، مشان هيك أول شيء أرفض الخوف، إنه الله ما بيسمح بالتجربة فوق طاقتنا، الله بيعطينا قوة، ومع كل تجربة بيعطينا مخرج.
بس أعرف كيف بيشتغل الشيطان بحياتي، شو هي طرقه علي أني أطلب معونة الله، أدعو الرب في يوم الضيق. وهيدي التجربة بتخليني أعرف اتكل على رحمة الله. ممنوع الاستسلام، ضروري اتطلع للمجازات يلي بده يعطيني إياها الرب، للمكافأة. طوبى لمن يتحمل التجربة بصبر سينال إكليل الحياة. حتى نتطلع للمسيح نقتدي فيه، نعرف أنه هو تعرض أيضا لتجارب عديدة وثبت بقلب المحنة والاختبار وحقق الغلبة، لأنه كان عايش شغلتين مهمين، قاده الروح إلى البرية متحد بالروح القدس، ودايما هو والآب دايما بيقول أنه الآب هو معه. ومشان هيك دايما بيقول مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان إلى آخره، بيكمل كل الكلمات. هاي الفكرة الأولى، فإذن معركتنا مع الخطيئة. فكرة تانية، معركتنا في قلب التصحر الروحي. شو هو التصحر الروحي؟ التصحر الروحي هو فتور روحي، يبوسي روحي، جفاف مثل الأرض العطشانة إلى زمان مرتود. يعني الإنسان يلي بيفقد قلبه، بيفقد الإحساس بالأمور الروحية الإلهية، يعني ما بتعيد تطلع حرارته. هلأ اليوم نحن بزمن كورونا، إذا واحد عم بيقيس الحرارة وإن شاء الله ما تطلع حرارتنا، أنا مش عم بحكي بهالموضوع، عم بحكي عن حرارة تاني، الحرارة الروحية. هل عندك حرارة روحية كمان عالية؟ إيه أما لا؟ عدم التضامن الأخوي، بطل حس بوجع الناس، المرضى، المتعبين، المسنين، المهمشين. وبيوصل هالفتور بالتتابع والتدريج إلى اللامبالاة، شعور باللامبالاة بصلاتي، اللامبالاة بقداسي، بصومي، بصدقة الممكن أن أعملها بخسر. بسفر الرؤيا بيقول أنا أعرف أعمالك وأعرف أنك لا بارد ولا حار بل فاتر، وسأتقيأك من فمي. فإذا لي لأنه فاتر، لنك حار ولا بارد. وجه الكلام القاسي الرب إلى كنيسة لودوكيا اللي كانت عم بتعيش على الأوهام وهي فاترة. وقف يسوع على بابها، مثل ما اليوم يسوع واقف على بابنا عم بيدق وعم بيدعي هذه الكنيسة إلى التوبة. ربنا واقف على بابك لأني أنا وقيت عندي هاليوبوسي، خلينا نرجع، خلينا نرجع للتوبة وننتظر أن إنه الرب، لأنه ناطر إن افتح له الباب. مثل ما بيقول بابا يوحنا بولس الثاني، شرعوا أبوابك من المسيح، يعني ما تفتحوا باب صغير، يعني افتحوا الباب على مصراعيه للرب. لأنه هالمدينة الغنية اللي كانت لودوكيا كانت عندها غنية جدا، عندها أعمال مصرفية، دراسات طب، وأيضا صناعة منسوجات كتيرة، ولكن رئيس هذه الكنيسة كان فاترا، لا هو مع الرب ولا هو ضد الرب. وهيدا حالة كل أغلبية الناس. مني مع ثقافة التعميم، بس ننتبه، هل أنا عندي فتور؟ هل أنا في قلب هذا الاختبار اليبوسي الروحي؟ أصلا كتار من القديسين كانوا يعيشوا هذا التصحر الروحي، هالفتور هيدا، أنه ما عندهم حرارة. الإنسان الفاتر هو الإنسان منشغل بأمور الدنيا، هو الإنسان يلي بيعيش ويش بيته بدون حب، بدون شعور، بمزاجية، يعني ساعة اللي بده، غير مبالي، لا يشعر بالخطيئة، بيعمل خطيئة ما بيشعر أنه عمل خطيئة، صلاته بتصير قليلة، بيحكم على الآخرين على وبيتخلى عن ممارساته الروحية تدريجيا، بصير شوي شوي أوف بيعد عن الكنيسة، وبيدخل بنوع من الرتابة الروتين، ما عاد في شغف بحياته، وبيصير بده صرف يخلص صلاته، بعدين بصير يهمل الصلاة، بصير يأجل، بصير يعيش بدون صلاة. أسباب كل ذلك مثل ما ذكرت قسم منها الانشغال عن الله، فقدان الهدف الخلاصي تبعنا، عم بتراجع بنمو الإيماني، عم بتخيزل بعيش حياة التتلمذ ليسوع، صرت بعيد عن إنجيلي، مع ما بقى داخل بجروبات عم بسمع إلى آخره، حتى بالكنيسة صار في وعظة بزهق دغري،
التساهل بعدم محاسبة الذات، ما بحاسب حالي، الفوضى الروحية اللي عيشها بالداخل، الميل إلى الاكتفاء وهو علامة من علامات الموت، اكتفاء بالذات، برضي حالي، وتأجيل الأولويات. وإذا بتشوفوا أكثر هو اللهو يلي موجود بعالم اليوم. خليني روح كمان لشغلة كمان مهمة، بصير بيشبه الملح يلي ما بقى يملح. بقلنا يسوع بإنجيل متى فصل 5 تدوسه الناس، ما بقى له معنى، خلص فسد الملح. ونحن هيك، هل الملح اللي فينا عم بيطعم؟ هل رائحة الميرون فينا بعد أريجة موجود؟ هل النور اللي فيي تحول لظلام ولا بعده نور؟ هيدا اللي هالخميرة عندي عم تشتغل؟ فإذا ما بدي عيش اللامبالاه اتفرج، ما بدي عيش الكسل الروحي، أو كون على مثال العذارى الجاهلات اللواتي لم يأخذن معهن زيتا، وبس طلعت الصيحة ما معهن زيت، لأنه مني حاضر، ما عم بشتغل الحياة الروحية، عم بتركها هيك على المناسبات، كيف بتسائب، لا ما فيجي، هذا تصحر روحي، بدي اشتغل الأرض تبعي، بدي نمي الزرع الإلهي وكلمة الله في داخلي. فكرة الأخيرة، هي معركتنا، بدي أقول القسم الثالث، يعني من بعد ما حكينا عن معركتنا مع الخطيئة، معركتنا مع التصحر الروحي، معركتنا مع ثلاث تجارب هن أساس كل التجارب، هن السلطة، المال، والجنس، هن أساس كل الخطايا. وهذا الاختبار اللي عيشه يسوع بعد صومه 40 يوم بالبرية، قاده الروح وعيش هالتجارب الثلاثة وانتصر عليها. وبيقول الرب يسوع ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وبيقول لا تجرب الرب إلهك، وبيقول لله وحده تسجد وإياه وحده تعبد. فإذا رح بلش بأول معركة من هالتجارب عن السلطة والكبرياء إذا بتكون والرياء. فإذا الرب ينظر مثل ما بيقلها لمريم، ينظر بنشيد مريم، ينظر إلى تواضع أمته بنشيد الحلو، حط المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين. يا جماعة الكراسي هي الكدني، وهيدا التنافس ركدين. ومشان هيك منشوف مظاهر الكبرياء عند الناس بالبداية بشهوة المديح، إنه بس بدي بسكر إنه حدا يحكي كلمة حلوة عني، وبيشتغل أعمال بر وبساعد بس تيشوفون الناس، وباخد أجري بهالموضوع هون على الأرض، أما فوق ما عندي شيء، وبتظاهر أني عندي فضائل، وبوقع لكن بالرياء بالكذب، لأني بعيد عن الفضيلة، بسعى بس امدح ذاتي اتباهى قدام الآخرين، بتضايق إذا حدا غيري حدا مدحه، بحسد هالشخص الممدوح، وما بقبل أي ملاحظة على أدائي، أنا ما بغلط، أنا السلام على اسمي، أنا عظيم بين مواليد النساء. هالموضوع هيدا بخليني أعيش تمثيلية التواضع، خليني أعيش الغرور، بخدع الآخرين، الرغبة في أن نكون أنا الشخص المثالي، بوحي بذلك، ولكن هالصورة ما بتتحقق. بنسى كلام مربولوس يلي بيقول من يفتخر فليفتخر بالرب. أيضا كمان بشوف شغلة هي شهوة السلطة، يعني منتسارع اليوم على الكرسي لنحتل مراكز عالية، مناصب مميزة للحصول على امتيازات كبيرة بقلب جماعتنا، بقلب السياسي، بقلب الكنيسة، بتصير مطران يعطوني هالمسؤولية، بقلب العمل إلى آخره، وين ما كان تنافس قد ما بتكون، خاصة بمجال السياسي، مع علما أنه السياسي عمل شريف ونبيل وهدف الخير العام والإنماء. لكن السلطة عندها عنصرين مهمين، هي القوة والفكرة. ولكن منشوف اليوم بأدائنا الكرسي كيف عم تغوي الإنسان، كيف عم نغرق بتجربة الوصولية والتنافسية المميتة والمدمرة على حساب الآخرين، دعس على الكل على حساب القيم. فبعيش التسلط ولا مبالات في رعاية شؤون الآخرين، بتغيب العدالة، وبعيش المنفعية ومصالح الشخص والفساد، وبكتر عدواتي والإشاعات والأكاذيب، وبتضامن مع كل رجال الأعمال والمال، حتى هوني مع السياسة ورجال المال خربت الدنيا. هيدا الموضوع الكرسي يا جماعة، ما تركضوا حواليها إلا إذا منركض حواليها تنكون مثل ما عمل يسوع، أن نكون على أقدام الآخرين،
تاني تجربة هي المال، بأن يسوع لا يمكنكم أن تعبدوا ربين الله والمال. دا حطينا ضمانات كاذبة بضماناتنا بالمال، وخدعنا المال بكل الوسائل بلبنان والعالم، خاصة عندنا بالبنوك، بالقيمة المصاري، القيمة الشرائية، كل الأشياء. صار بيوتنا تحولت تكون بنك، لأنه خبينا مصرياتنا ببيوتنا، تحولت بيوتنا تكون سوبر ماركت، صار في غراض عندنا كثير، تحولت بيوتنا تكون ترمبة بنزين، تحولت بيوتنا تكون صيدلية، يعني عم نجيب كل إشي لأنه عندنا خوف، عندنا قلق. شو بيقولنا يسوع؟ حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم. هل قلبي متعلق بالرب؟ أنا انتبهوا، ما حدا يفهمني غلط، مني أنا ضد أنه الإنسان بعرق الجبين أنه يربح وينجح ويجمع مال، لكن مهم نظرتنا للمال شو هي وما أتعلق فيه، والطريقة اللي بستعمل فيها المال، كيف حصة للكنيسة، حصة للفقير، وأنا عيش بكرامي، ولكن مني متعلق بشي. ولكن ننتبه بقلب هالتجربة من تجارة المخدرات، من تبييض الأموال، من تجارة الأسلحة، تجار بالبشر، السرقات يلي ممكن إنها تنعيش. هيدي التجربة التانية اللي اليوم كل يوم بيعرفوا كل بيتعاطى بالمال اليوم قدي عنا فساد بهالمجال هيدا. وتالت فكرة هي تجربة الجنس، واللي كمان عم بدق على أبواب كتير من الناس، وبتصير تقطع الفكرة، ما هي علاقة حب وما عليه. وإن كان فكرة العلاقات قبل الزواج صار كأنه متاحة، المساكنة كأنه وشو عليه إذا سكنوا، ما هن بدون يختبروا مع بعضهم البعض، وحتى بروح لأكثر من ذلك، حتى الكنيسة ما بقى تسميها شذوذ، بس يلي عندهم الأوموسيكسيال أو الأشخاص اللي عندهم ميل من الجنس إلى ذات الجنس كمان، اللي بنعتبر إنه في طبعا ميل، في نقص اليوم بالأمور. مشان هيك كل هيدا بيخلق لنا اليوم تحدي كتير كبير، ومنشوف قدي في تجارب اليوم عم بتكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر وين ما كان صار كل شيء مباح، كل شيء متاح للإنسان، لبل صار في نوع من وقاحة بالعلاقة اليوم. ما بقى في ضوابط، ما بقى في قيم، ما بقى في قيمة، إنه أسادنا هي هيكل الروح القدس. وهيدا التحدي الكبير اليوم يلي عم نواجهه، تجربة كمان، مع إنه نحن بنبقى هيك بكليتنا مع الرب، بس أوقات بنسقط بهالتجارب. بقلب كل هالمسيرة وكل هالتحديات وهالمعركة منا هينة، أنا بدي أقول لنتسلح بالروح القدس، قاده الروح إلى البرية، لنتسلح بكلمة الله بالكتاب المقدس يلي بيعطينا قوة ونعمة، نتسلح بصلاتنا واتكالنا دايما على رحمة الله ومعونة الرب الذي يحارب عنا ويحارب معنا، ونشتغل حياتنا الروحية ونعيش هذه المحبة بلا حدود تجاه ربنا وتجاه قريبنا، ومنقدر نغلب وما منخلي أي فكرة أو الشر أن ينتصر علينا، لأنه نحن أبناء هذا الآب، ومنقله دايما بصلاتنا نجينا من الشرير. آمين.